بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرة اليوم هنتكلم على الفولس بوزيشن ميثود، وهي إحدى طرق البراكتنج ميثود لإيجاد جذور المعادلات. المحاضرة السابقة تكلمنا على طريقة الباي سيكشن ميثود، وقلنا الألجوريزم الخاص بطريقة الباي سيكشن ميثود. أول حاجة خالص، إحنا بنفرض إن إحنا عندنا دالة واي بتساوي f of x، والداله ديت داله مستمره، وبنفرض ايضا عندنا قيمتين x1 و x2، بحيث ان قيمه الداله عند x1 مضروبه في قيمه الداله عند x2 لازم أن تكون اصغر من الصفر، اي بمعنى اشاره الداله عند x1 مثلا بوزيتيف هتكون اشاره الداله عند x2 بالنيجاتيف او العكس. الخطوه اللي بعد كده بنحسب حاجه اسمها الميد بوينت عن طريق القانون x0 بيساوي x1 زائد x2 على 2. بعدين بنجيب قيمه الداله عند الميد بوينت f of x0، وبنشوف بعد كده حاصل ضرب الداله عند x1 مضروب في قيمه الداله عند x0 لو اصغر من الصفر، ده معناه ان الجذر الخاص بالمعادله يقع ما بين x1 و x0. في الحاله دي x2 الجديده بتاخد قيمه x0. لو الشرط ده ما اتحققش وكان حاصل قيمه الداله عند x1 مضروب في قيمه الداله عند x0 كان اكبر من الصفر، ده معناه ان الجذر الخاص بالمعادله بيقع ما بين x0 و x2. في الحاله دي x1 الجديده بتاخد قيمه x0، وطبعا بنحل المساله سواء بما متحدد لنا هنستخدم عدد محدد من الايتريشن او الى ان نصل لنسبه الابروكسيميشن ايرور بيساوي قيمه معينه. فاحنا ان شاء الله هنكمل طرق البراكتنج ميثود، الطريقه الثانيه اللي هي الفولس بوزيشن ميثود. فمحاضرة النهاردة هناخد الجرافيكال اكسبلانيشن اللي هو الخاص بطريقة الفولس بوزيشن ميثود، وهناخد أيضا الألجوريزم الخاص بالطريقة وأيضا الفلوت شارت، وهناخد بعض الأمثلة على طريقة الفولس بوزيشن ميثود. بالنسبة للنيوميريكال سوليوشن ميثود، إحنا قلنا إن في طرق عديدة أقدر أحل بيها النون لينير إيكويشن وأقدر أجيب جذور المعادلات، وقلنا الطرق ديت فيها البراكتنج ميثود وفيها الاوبن ميثود. فطبعا المحاضره اللي فاتت احنا خدنا الباي سيكشن، ان شاء الله المحاضره ديت هناخد الفولس بوزيشن ميثود. فبالنسبه لطريقه الفولس بوزيشن ميثود، انا بقى عندي داله واي بتساوي اف اوف اكس اللي هي باللون الاحمر، وبعد كده بختار نقطتين اكس 1 واكس 2، بحيث ان حاصل ضرب الداله قيمة الدالة عند x1 f of x1 مضروبة في قيمة الدالة عند x2 f of x2 لازم أن يكونوا أصغر من الصفر. في الحالة ديت أنا كده اتحقق إن الجذر بتاعي هيقع ما بين x1 و x2، ما بين x1 و x2. بمعنى آخر إن أنا عندي الدالة f y بتساوي f of x، عندي النقطتين اكس 1 جبت قيمه الداله عند اكس 1، اكس 2 جبت الداله عند ايه؟ اف اوف اكس 2. بيبقى هنا اشاره الداله واحده فيهم بوزيتيف والثانيه بتبقى نيجاتيف. فبالنسبه لطريقه الفولس بوزيشن ميثود، انا اول حاجه وقعت هنا عند النقطه قيمه الداله عند اكس 1، وهنا قيمه الداله عند اكس 2. ففي طريقة الباي سيكشن ميثود كنا بنجيب الاكس 0 اللي هي عبارة عن الميد بوينت، هي النقطة المتوسطة اللي بتقع ما بين اكس 1 واكس 2، كنا بنجيبها عن طريق اكس 1 زائد اكس 2 على 2. ولكن بالنسبة لطريقة الفولس بوزيشن ميثود، احنا هنا بنستبدل الاكس 0 بنجيبها ازاي؟ بيبقى عندنا هنا بنوصل خط مستقيم ما بين قيمة الدالة عند اكس 1 إلى قيمة الدالة عند x 2، عند x 2. فهنا
الخط المستقيم ده هو اللي هو الواصل ما بين قيمة الدالة عند اكس واحد وقيمة الدالة عند اكس اتنين، هيقطع محور اكس في نقطة دي بنسميها الاكس زيرو. الاكس زيرو دي اللي احنا عملناها ريبليس عن طريقة الباي سيكشن. ففي هذه الحالة بنسمي الطريقة ديت بنسميها الفولت بوزيشن ميثود، بنسميها الفولت بوزيشن ميثود او لينير انتربوليشن ميثود، لاننا هنا عملنا وصلنا هنا خط مستقيم يصل ما بين قيمة الدالة عند اكس واحد الى قيمة الدالة عند اكس اتنين، والخط المستقيم دوت بيقطع محور اكس في نقطة الاكس زيرو. فهنلاقي دلوقتي عايز اعرف قيمة او المعادلة اللي انا اقدر احسب بيها قيمة الاكس زيرو. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا دوت، اقدر اجيب قيمة اكس زيرو ازاي؟ عندي المثلثين. هلاقي دلوقتي المثلث ده والمثلث الثاني، هلاقي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. فانا اقدر دلوقتي بالنسبة الزاوية دي، تاني الزاوية دي بيساوي كام؟ وتاني الزاوية دي، فهلاقي تاني الزاوية هنا بتساوي قيمة الدالة اف اوف اكس واحد هنا. فهنلاقي هنا بالنسبه من الخط المستقيم ده اللي هو عباره عن تان الزاويه، فتان الزاويه هنا هيساوي قيمه الدال بيساوي هنا تان الزاويه هيساوي المقابل على المجاور هيساوي قيمه الداله اف في اكس واحد ناقص صفر، هنا قيمه الداله هنا بصفر، على الجزء ده اللي هو عباره عن اكس واحد ناقص اكس زيرو هيساوي بالنسبه للمثلث الثاني الكبير ده هنا قيمه الداله المسافه دي تبقى عباره عن كام؟ المسافه من هنا لحد هنا يبقى هنا عباره عن قيمه الداله اف اكس اتنين ناقص صفر على اكس اتنين ناقص اكس زيرو. فانا هنا هقدر اضرب طرفين في وسطين، اقدر اضرب طرفين في وسطين واقدر اشوف الحدود المشتركه هجيبها مع اكس زيرو في طرف من المعادله والحدود الاخرى في الطرف الثاني. بعد ما اضرب الطرفين في وسطين هقدر احصل على المعادله اكس زيرو بتساوي اكس 2 مضروبة بقيمة الدالة عند اكس واحد ناقص اكس واحد وقيمة الدالة عند اكس اتنين على قيمة الدالة عند اكس واحد ناقص قيمة الدالة عند اكس اتنين. هو هنا عشان اجيب القانون اللي هو الخاص باكس زيرو بجيبه من ايه؟ من عندي هنا اهوت المثلث ده والمثلث، فبتشابه من تشابه المثلثات مين الايه؟ مين الخط المستقيم ده؟ هو عنده عبارة عن تاني الزاوية ديت، تاني الزاوية، وتاني الزاوية بيساوي المقابل على المجاور، فالمقابل هنا في الحالة ديت عبارة عن قيمة قيمة الدالة اف اوف اكس واحد ناقص هنا قيمة الدالة هنا بصفر على اكس واحد ناقص اكس زيرو بيساوي تاني الزاوية ديت عبارة عن المقابل قيمة الدالة اف اوف اكس اتنين ناقص صفر على اكس اتنين ناقص اكس زيرو، وهضرب طرفين في وسطين واجيب الاكس زيرو في طرف والطرف الاخر باقي المعادله، هحصل على المعادله اكس زيرو اللي هي ظاهره قدامنا دلوقتي. ديت معادله اقدر اجيب بيها قيمه الجذر. ولو احنا فاكرين المحاضره اللي فاتت كان الاكس زيرو كان بيساوي ايه؟ اكس واحد زائد اكس اتنين على اتنين، ولكن في طريقه الفولس بوزيشن ميثود الاكس زيرو هو بيساوي القانون اللي ظاهر قدامنا دلوقتي. ديت وممكن احط القانون دوت في صوره اخرى. ازاي احصل على الصوره ديت؟ نفس المعادله اللي احنا جبناها ديت اللي هي المعادله دي. المعادله دي هعمل فيها ايه؟ هقول لك هنا هو الاكس زيرو
هتساوي هاجي في المعادله ديت هجمع اكس 2 وهطرح اكس 2 زائد باقي المعادله دي عباره عن اكس 2 وقيمه الداله عند اكس 1 ناقص اكس 1 مضروب في قيمه الداله عند اكس 2 مقسوم على قيمه الداله عند اكس 1 ناقص قيمه الداله عند اكس 2. ايه اللي عملته انا من في القانون اللي هو هنا ده كده؟ ايه اللي تم؟ زودت اكس 2 وطرحت اكس 2 وبعد كده هساوي هوحد المقامات فاقدر احصل على الصوره دي. اقدر احصل على الصوره دي. فدولت الصيغه ديت ممكن استخدم الصوره ديت او الصوره ديت في ايجاد قيمه الاكس 0 في ايجاد قيمه الاكس 0. فاحنا قلنا عشان اجيب احصل على الصيغه دي اللي هي دي من الصيغه الاولى باجي في المعادله بجمع اكس 2 وبطرح اكس 2 وبعد كده هوحد المقامات كلها على اف اوف اكس 1 ناقص اف اوف اكس 2 وهاخد الحدود المتشابهه هحصل على بعد الخطوات هحصل على المعادله اللي قدامنا دلوقتي. فدي المعادله الخاصه بحساب الجذر في طريقه الفولس بوزيشن ميثود، وديت الخطوه الوحيده المختلفه عن طريقه الباي سيكشن ميثود. يعني طريقه الفولس بوزيشن ميثود الخطوات هي نفس الخطوات الخاصه بالباي سيكشن ميثود مع اختلاف حساب قيمه الجذر. هناك كنا بنحسب الجذر عباره عن في طريقه الباي سيكشن ميثود كنا بنقول في الباي سيكشن كنا بنقول اكس 0 بيساوي اكس 1 زائد اكس 2 على 2. ولكن هنا في طريقه الفولس بوزيشن ميثود لا اما استخدم الصيغه ديت او الصيغه الثانيه اللي هي اكس 2 ناقص قيمه الداله عند اكس 2 مضروبه في اكس 1 ناقص اكس 2 على قيمه الداله عند اكس 1 ناقص قيمه الداله عند اكس 2. فبالنسبه للالجوريزم الخاص بطريقه الفولس بوزيشن ميثود اول حاجه خالص بيبقى عندي داله، الداله ديت واي بتساوي اف اوف اكس اللي هي باللون الاحمر، وعندي نقطتين بختار نقطتين اكس 1 واجيب قيمه الداله عند اكس 1 واكس 2 وقيمه الداله عند اكس 2، وشرط ان انا احل بالطريقه ان هنا حاصل ضرب قيمه الداله اف اوف اكس 1 مضروب في قيمه الداله اف اوف اكس 2 لازم أن يكون اصغر من الصفر. ده معناه ان مثلا اشاره الداله اف اوف اكس 1 مثلا بوزيتيف، فبالتالي الساين بتاع الداله عند اكس 2 في الحاله ديت هيبقى عباره عن نيجاتيف او العكس. الشرط ده اتحقق فانا كده ضمنت ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 2. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ بوصل خط مستقيم من اف اوف اكس 1 الى ان يصل الى اف اوف اكس 2، فالخط المستقيم ده هو هيقطع محور اكس في نقطه دي بنسميها الاكس 0 وبجيب ايه قيمه الاكس 0 من القانون اللي احنا استنتجناه في السلايد السابق. هاجي بعد كده هحسب قيمة الـ x 0 من القانون x 0 هتساوي قيمة x 2 ناقص قيمة الدالة عند x 2 مضروبة في الفرق ما بين x 1 ناقص x 2 على فرق الدالة f of x 1 ناقص f of x 2. حسبت هنا هو ايه؟ الروت الجذر بتاعي اللي هو الـ x ايه؟ الـ x 0. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب قيمة الدالة f of x 0 f of x 0. بعد كده ده لو طلع قيمه f of x 0 ده بيساوي صفر معناه ان x 0 ده هو الجذر الخاص بالمعادله.
لو قيمه اف اوف اكس 0 دي ما بتساويش صفر، هاجي بعد كده هعمل تشيك هشوف حاصل ضرب الداله عند اكس 1 مضروب في قيمه الداله عند اكس 0 لو اصغر من الصفر، معناه ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 0. معناه ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 0. في الحاله ديت انا بحط قيمه اكس 2 الجديده بتساوي قيمه ايه؟ اكس 0. لكن لو الشرط ده هو ما اتحققش ولقينا قيمه الداله عند اكس 1 مضروبه بقيمه الداله عند اكس 0 اكبر من الصفر، ده معناه ان الجذر بتاعي بيقع ما بين اكس 0 واكس 2. في الحاله ديت قيمه اكس 1 الجديده بتاخد قيمه الاكس 0، قيمه الايه؟ الاكس 0. فطبعا هحل لحد امتى؟ طبعا لو انا عندي عدد معين من الاتريشن او قيمه الابروكسيميشن ايرور بتساوي قيمه معينه. ف الشكل اللي قدامنا دلوقتي هيوضح جرافيكال اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات. انا عندي هنا داله اف اوف اكس اللي هي باللون الازرق، وعندي نقطتين اكس 1 واكس 2، وقيمه الداله عند اكس 1 مضروبه قيمه الداله عند اكس 2 اصغر من الصفر، معناه ان الجذر يقع ما بين اكس 1 واكس 2. بعد كده بوصل خط مستقيم من نقطه اف اوف اكس 1 الى ان يصل اف اوف اكس 2. الخط المستقيم ده هو بيقطع محور اكس في نقطه اللي هي عباره عن اكس 0 اللي هي الجذر باستخدام القانون الظاهر امامنا دلوقتي، ودي بتبقى عباره عن جذر المعادله. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ بجيب قيمة الدالة عند اف اوف اكس 0. جبت قيمة الدالة عند اف اوف اكس 0 بشوف حاصل ضرب الدالة عند اكس 1 مضروب في قيمة الدالة عند اكس 0 لو طلع أكبر من الصفر، في الحالة ديت بحط قيمة الاكس 1 بتساوي الاكس 0. يعني كده إن الجذر بتاعي بيقع ما بين الاكس 0 والاكس 2. فهاجي هنا اهوت خلاص هنا اكس 2 زي ما هي، هنا دي كانت اصلا هنا كانت عباره عن اكس 0، انا خلاص حطيت قيمه الاكس 1 بتساوي الاكس 0. هجيب قيمه الداله عند اكس 1 الستيب اللي بعد كده، وقيمه الداله عند اكس 2، اوصل خط مستقيم ما بين اكس قيمه الداله عند اكس 1 وقيمه الداله عند اكس 2. الخط المستقيم هيقطع محور اكس في نقطه هي دي عباره عن ايه؟ الجذر، عباره عن الجذر. وطبعا دي عباره عن لوب، وبكرر حل المساله الى عدد معين من الايتريشن او الى ان اصل الى نسبه قيمه معينه. فبالنسبه لو انا بعمل ايتريشن، اول حاجه خالص هعمل ايه؟ هعرف الداله لو هستخدم عدد معين من الايتريشن، بعد كده هدي له قيمتين انيشال جيس اكس 1 وقيمه الداله، وهجيب قيمه الداله عند اكس 1 وقيمه الداله عند اكس 2. هعمل تشيك لو حاصل ضرب الدالتين اصغر من الصفر، فانا في الحاله ديت اتاكدت ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 2. الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الاكس 0، هجيب قيمه الاكس 0 باستخدام القانون اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات. بعدين قيمه الداله عند اكس 0 هعمل تشيك لو حاصل ضرب قيمه الداله عند اكس 1 مضروب في قيمه الداله عند اكس 0 اصغر من الصفر، معناه ان الجذر بتاعي الجديد يقع ما بين الاكس 1 والاكس 0. ففي الحاله ديت الاكس 2 الجديده بتاخد قيمه الاكس 0. otherwise يعني لو الشرط ده ما اتحققش، يعني معناها قيمه الاف اوف اكس 1 مضروبه قيمه اف اوف اكس 0 اكبر من الصفر، معناها ان الجذر هيقع ما بين اكس 0 واكس 2. في الحاله ديت اكس 1 الجديده بتاخد قيمه الاكس 0. يعني ممكن اعمل تشيك ب الشرط ده لو قيمه الداله عند اكس 1 مضروبه قيمه الداله عند اكس 0 اصغر من الصفر، او الشرط الثاني قيمة الدالة عند اكس 2 مضروبة في قيمة الدالة عند اكس 0
اصغر من الصفر، سواء الشرط ده او الشرط ده هيديك نفس الايه؟ نفس الحل. طبعا ده في المساله، يعني هو قايل لك استخدم ايه؟ استخدم عدد معين من الايتريشن، عدد معين من الايتريشن. فدي الخطوات الستيب اللي انا هعمل بيهم ايه؟ الالجوريزم، عشان ايه؟ ما تيجي تعمل تكتب كود، سواء تكتبه بالفورتران او بالماتلاب او بالسي، عشان تحل المساله بطريقه الفولس بوزيشن ميثود. لكن لو هو نفس المساله لكن هو مش مديني عدد ايتريشن معين، قال لك لا هتحل والابسولوت ايرور اللي هو الايه؟ الابروكسيميشن ايرور له قيمه ايه؟ قيمه محدده. نفس الخطوات في المساله اللي فاتت، مع اختلاف بس ايه؟ هنا هحدد له قيمه الايه؟ ايه الخطا. اول حاجه خالص هعرف الداله، النقطتين الاولانيين الانيشال اكس 1 واكس 2، وطبعا هنا هدخل عدد من الايتريشن وليكن ايه ان، وهذه قيمه الداله عند اكس 1 وقيمه الداله عند اكس 2. هشوف لو حصل ضرب الاثنين اصغر من الصفر، معناه هنا ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 2. بعد كده هو قيمه الداله عند هجيب اكس 0 وقيمه الداله عند اكس 0، وهعمل تشيك سواء باستخدام قيمه الداله عند اكس 1 مضروبه بقيمه الداله عند اكس 0 اصغر من الصفر، معناه ان الجذر زي ما قلنا في السلايد اللي فات، الجذر بيقع ما بين اكس 1 واكس 0، وهنا برضو الاكس 2 الجديده هتاخد قيمه الاكس 0. اذروايز الجذر هيقع ما بين اكس 0 واكس 2، هنا هنلاقي اكس 1 الجديده هتساوي قيمه الاكس 0. يعني ممكن اعمل تشيك بالشرط ده او بالشرط ده، يعني ده او ده هيدينا نفس الايه؟ نفس الناتج. لكن هنا هو هنا بديله الديفرنس اللي هو الفرق، اللي هو قيمه الابسولوت ايرور اكبر من الابير، اكبر من الاكيورسي. يعني لما اوصل بنسبه الخطا اللي هو الابسولوت ايرور، زي ما احنا عارفين هو عباره عن الابسولوت فاليو اكس ار نيو ناقص الاكس ار اولد على الاكس ار نيو، طبعا دي مضربه في المية لو ما اجيب منك قيمه برسنتج، بيبقى هو محددها لك قيمه معينه، هفضل اعمل اتريشن لحد ما اوصل على نسبه الخطا ديت، وبعد كده بقف حل ايه المساله. ده سواء لو هو مديك في البدايه خالص قيمه الايرو، فديت الستيب الخطوات اللي انا هكتب بها برضو الكود، او تعمل الفلوت شارت بتاع المساله عشان تحل ايه المعادله اللي عندك وتجيب الجذر. هنلاقي بعد كده احنا قلنا هنحل مساله لا اما على اساس نمبر اوف اتريشن الستوبنج كاركتيريا فيكسد نمبر اوف اتريشن، يعني هو هيحدد لي في المساله هو عدد محدد من الاتريشن، وليكن مثلا اي بتساوي 3، يعني اعمل 3 اتريشن. او الكاركتيريا الثانيه هيقول لك الابسوليوت ايرور اللي هو الابروكسيميشن ايرور از ليس ذان قيمه محدده، يعني هو اقل من قيمه معينه، هيقول لك مثلا وليكن الابروكسيميشن ايرور اقل من او يساوي ابسلون اس قيمه معينه بتساوي كام؟ مثلا بتساوي مثلا نص في الميه. اي قيمه هو ايه؟ هيحدد لك القيمه دي في البدايه خالص. فعندنا هنا طبعا الستوبنج كاركتيريا في حاله الفولس بوزيشن هي هي نفس الستوبنج كاركتيريا في حاله الباي سيكشن ميثود. هنيجي هنا بالنسبه للفروت شارت، فاحنا اول حاجه خالص بيبقى عندنا داله واي بتساوي اف اوف اكس، في البدايه بيبقى عندنا ايه؟ عندنا داله واي بتساوي اف اوف اكس، فانا اول حاجه خالص بديله انيشال فاليو اللي هي اكس 1 واكس 2. بعد كده بقى عندي قيمه الداله اف اوف اكس 1 وقيمه الداله اف اوف اكس 2، عشان اتاكد ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 1 واكس 2 لازم يكون حاصل ضرب الداله اف اوف 1 مضروب في قيمه الداله عند اكس 2 اف اوف 2 لازم يكون اصغر من الصفر. لكن هنا الشرط هو لو هو اكبر من الصفر طبعا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ستوب، مش هكمل حل، عشان هنا ايه؟ الشرط ما اتحققش انه حاصل ضرب الاثنين اكبر من الصفر،
معناه ان الاثنين ممكن يكون الاشارات بتاعتهم موجبه او سالبه، ففي الحاله ديت الجذر بتاعي مش واقع ما بين اكس واحد واكس اثنين. لو يس، لو هنا الشرط اكبر، لو نو يعني معناه ان حاصل ضرب الاثنين دول اصغر من الصفر، هاجي احسب قيمه الجذر اللي هو عباره عن الاكس 0 اللي هو بيساوي الاكس 2 ناقص قيمه الداله اف اوف اكس 2 مضروبه في اكس 1 ناقص اكس 2 على قيمه الداله اف اوف اكس 1 ناقص قيمه الداله اف اوف اكس 2. بعدين هحسب قيمه الداله عند الجذر اف اوف 0 هو بيساوي قيمه الداله عند اف اوف اكس 0. بعد كده هخش في الستيب اللي بعد كده، هشوف لو حاصل ضرب الداله عند اكس 1 مضروب في قيمه الداله عند اكس 0 اصغر من الصفر، ده معناه ان الجذر يقع ما بين الاكس 0 والاكس 1. في الحاله ديت بحط قيمه اكس 2 الجديده تاخد قيمه الايه؟ الاكس 0، وبرجع بعد كده هقرر تاني احسب ايه؟ الروت برضو ده الاكس هو نفس القانون ده، يعني الاكس 0 ده هو نفس القانون اللي هنا. وطبعا ايه؟ هكمل لحد امتى؟ عدد اتريشن معين او لحد ما اوصل بنسبه الايرور اللي احنا قلنا عباره عن الاكس ار نيو ناقص الاكس ار اولد على الاكس ار نيو. طبعا ده باخدهم الابسولوت فاليو واضربه في 100 نسبه هيبقى لي لك ايه؟ قيمه محدده. لكن لو الشرط ده ما اتحققش، قال لك هنا ايه؟ ما اتحققش الشرط، يعني حاصل ضرب قيمه الداله عند اكس 1 مضروبه في قيمه الداله عند اكس 0 طلع اكبر من الصفر، في الحاله ديت هلاقي ان الجذر بتاعي بيقع ما بين اكس 0 و اكس 2. في الحاله ديت بحط قيمه اكس 1 الجديده بتاخد قيمه الاكس 0 وبجيب قيمه الايه؟ الاف 0 وبكمل بحل المساله. فهو الشكل الواضح قدامنا ده هو ده عباره عن الفلوت شارت الخاص بطريقه الفولس بوزيشن ميثود. مثال لو هو قال لي قال لك ديترماين ذا بوزيتيف ريال روت للداله اف اوف اكس على هنا لين اكس اس 4 بتساوي 7 من 10. قال لك استخدم 3 اتريشن اوف فولس بوزيشن ميثود، وقال لك الانيشال جيس اكس 1 بتساوي نص والاكس 2 بتساوي 2، وقال لك احسب الاستيميتد ايرور ايبسلون ايه افتر اتش اتريشن. طبعا القانون بتاع الاكس 0 اللي هو عباره عن اكس 2 ناقص اف اوف اكس 2 مضروب اكس 1 ناقص اكس 2 على اف اوف اكس 1 ناقص اف اوف اكس 2. ابدا احل المساله، فانا هنا قال لك استخدم 3 اتريشن، فاحنا اول حاجه خالص هتيجي بالنسبه الفيرست اتريشن. اول خطوه هاجي هنا هو الفيرست اتريشن، في الفيرست اتريشن انا عندي هنا هو اكس 1 بيساوي نص، هجيب قيمه الداله اف في نص، هشوف قيمه الداله اف في نص هتساوي تقريبا سالب 3.4 7 2 5 9. هنا عاملين راوندد ومستخدمين 5 ارقام بعد العلامه العشريه، بعد العلامه العشريه. فانا عندي هنا هو الاكس 1 وجبت قيمه الداله عند اكس 1، بعد كده عندي الاكس 2 اللي هي بتساوي 2، وهجيب بعد كده قيمه الداله عند ايه؟ اف 2. هعوض في المعادله اللي عندي اللي هي لين اكس اس 4 بتساوي 7 من 10 عن كل اكس ب 2، هلاقي هنا قيمه الداله عند 2 بتساوي 2.0725. فانا حسبت قيمه الداله عند اف اكس 1 وقيمه الداله عند اف اوف اكس 2. بعد كده هعوض في القانون اللي عندي ده هو اللي هو الاكس 0، هجيب ايه؟ عندي الاكس
زيرو هتساوي، هعوض في القانون اللي عندي دوت، اكس 2، اكس 2 بكام؟ بتساوي 2 ناقص اف اوف اكس 2 اللي هي اف 2 اللي هي بتساوي 2.07 2 9 5 دي مضروبه في اكس 1 ناقص اكس 2، اكس 1 بكام؟ بنص ناقص اكس 2 اللي هي عباره عن 2 ديت مقسومه على قيمه الداله اف اوف اكس 1، اف اوف اكس 1 اللي هي عباره عن سالب 3.47 2 5 9 ناقص قيمه الداله اف اوف اكس 2 اللي هي عباره عن 2.07295. هلاقي الاكس 0 في الحاله دي بيساوي 1.43935. ايه اللي مطلوب مني بعد كده؟ هجيب قيمه الداله عن كام؟ قيمه الداله بعد كده اهوت، هجيب قيمه الداله عن اف اوف اكس 0 اللي هي قيمه الداله عند كام؟ عند رقم اللي عندنا 1.43935. هشوف هيطلع بكام قيمه الداله؟ هيطلع بتقريبا 0.75678. هاجي بعد كده خلاص هنا انا جبت اهوت عند الاكس 1، عند الاكس 2، جبت الاكس 0، جبت قيمه الداله ايه؟ اف اوف اكس 0. عايز اشوف، هشوف الشرط اللي عندي. هشوف اول حاجه خالص هعمل ايه؟ هجيب هشوف حاصل ضرب قيمه الداله عند اكس 0 مضروب في قيمه الداله عند اكس 1، هشوف ده يساوي كام؟ يساوي 0.75678. دي مضروبه في ايه؟ مضروبه في قيمه الداله عند اكس 1 اللي هي عباره عن سالب 3.47295. هلاقي القيمه اللي هنا دي عباره عن كام؟ اصغر من الصفر، معناه ان الجذر بتاعي يقع ما بين اكس 0 و اكس 1، يقع ما بين اكس 0 و اكس 1. ففي الحاله ديت عندي هنا هو الاكس 1 بتساوي كام؟ بتساوي نص، والاكس 2 هتاخد قيمه الاكس 0 اللي هي عباره عن كام؟ 1.43935. بعد كده هو هنحسب الايرور. قال لك احسب الايه؟ الاستيميتد ايرور افتر اتش اتريشن. هجيب هنا الابسلون ايه اللي هو كان بيساوي الابسولوت فاليو للاكس ار نيو ناقص الاكس ار اولد على الاكس ار نيو، طبعا دوت مضروب في المية. اللي هنا الاكس ار يا باشمهندسين اللي هو الايه؟ الاكس ايه؟ الاكس 0. ففي اول اتريشن الابسلون ايه بيساوي 100% عشان الاكس ار اولد بصفر. الاكس ار ايه؟ اولد بصفر. ديت اول اتريشن. فانا اول اتريشن اهو حلينا اول اتريشن. عندنا اكس 1 جبنا قيمه الداله عند اكس 1، اكس 2 قيمه الداله عند اكس 2، حسبنا قيمه اكس 0. بعد كده شفنا الشرط وجبنا قيمه الداله عند اكس 0، حاصل ضرب الداله عند اكس 0 اكس 1 طلع اصغر من الصفر. ده معناه ان الجذر يقع ما بين اكس 0 واكس 1، فاكس 1 زي ما هي هتظل قيمتها هي بنص، اكس 2 هتاخد قيمه الاكس 0. بعد كده حسبت الايرور. دي الاتريشن الاولانيه.
فاحنا هنا اهو الايتريشن الثانيه، هخش الايتريشن الثانيه اكس 1 بنص واكس 2 بكام؟ ب 1.43935. فانا عندي بالفعل قيمه الداله اف اوف ايه؟ اف اوف اكس 1 انا حسبتها، وعندي قيمه الداله عند اف اوف اكس 2 اللي هي ايه؟ اف اوف اكس 0، فهي محسوبه. هخش بعد كده هو على السكند اتريشن. بالنسبه للسكند اتريشن انا عندي بالفعل هو انا بالفعل عندي الاكس 1 اللي هي كانت عباره عن نص، والاكس 2 اللي هي عباره عن كانت 1.43935، وكان بالفعل عندي قيمه الداله اللي هي عباره عن اف في نص، انا مش هحسبها بس مش هحسبها تاني يعني، وكان عندي قيمه الداله اف في ايه؟ 1.43935. فكانت قيمه الداله دي كانت بتساوي كام؟ اف في نص كانت عندي بتساوي اللي هي كانت بتساوي سالب 3.472599، وقيمة الدالة عن الإكس 2 اللي عند 1.4 كان بكام؟ قيمة الدالة كانت ب 0.75678. هنيجي بعد كده هو ايه المطلوب مني؟ هجيب الاكس 0 هيساوي الاكس 2، الاكس 2 بكام؟ الاكس 2 عندي اهي ب 1.043935 ناقص قيمه الداله اف باكس 2 اللي هي عباره عن 7.5678، دي مضروبه في اكس 1 ناقص اكس 2 مضروبه في نص ناقص 1.43935، مضروبه في قيمه الداله اف في اكس 1 اللي كانت عباره عن سالب 3.47259 ناقص قيمه الداله عند اف في اكس 2 اللي هي عباره عن 7.5678. هلاقي قيمه الاكس ار هنا بتساوي كام؟ 1.27127. هجيب قيمة الدالة عند اكس 0 اللي هي 1.27127، هبعوض في المعادلة اللي هي لين اكس أس 4 بتساوي 7، هلاقي قيمة الدالة عند هنا 1.27127 بتساوي 2.6007. بعد كده هشوف الشرط اللي عندي، حاصل قيمة الدالة عند اكس 1 اف في نص مضروب في قيمة الدالة اكس 0 اللي هي 1.27127 اللي هو بيساوي قيمة الدالة عند نص اللي هو كان بكام؟ بسالب 3.47259 مضروب في قيمة الدالة عند 1.27% اللي هو طلع بكام هنا؟ 2.6007. هلاقي هنا القيمة دي أصغر من الصفر، معناه إن الجذر يقع ما بين إكس 0 و إكس 1، معناه هنا إن إيه؟ إن إكس 1 زي ما هي بنص، واكس 2 هتاخد قيمه الاكس 0 اللي هي بتساوي 1.27127. هاجي بعد كده هنا اهوت
هحسب الابسلون ايه اللي هو الابسوليوت فاليو للاكس ار نيو اللي عباره عن كام؟ 1.27127 ناقص الاكس ار اولد اللي هي الاكس ار اولد اللي هي كانت عباره عن 1.43935 على الاكس ار نيو اللي هي 1.27127 واحد اتنين سبعه. طبعا ده مضروب في الميه هنلاقي نسبه الخطا هتساوي تقريبا 13.222 في الميه. فهنا هو في السكند اتريشن انا عندي نسبه الخطا وعندي هو حصلت على الجذر اللي هو الاكس 0 اللي هو 1.271127. طبعا الثيرد اتريشن انا هخش في الثيرد اتريشن عندي الاكس 1 بكام؟ بنص الاكس 2 اللي هي 1.271127 وعنده قيمه الدفع دي في الثيرد اتريشن عندي الاكس 1 بنص والاكس 2 عندي ب 1.27127 وعندي قيمه الدال عند نص. انا مش هحسبها عندي بالفعل قيمه الدال عند نص اللي كانت بسالب 3.4729 وكان عندي قيمه الداله عن اكس 2 ده بتساوي 0.26007. هاجي بعد كده اهو احسب قيمه الاكس 0 بتساوي الاكس 2 اللي هي 1.27127 مطروحه من قيمه الداله عند اف اوف اكس 2 اللي هي عباره عن قيمه الداله هي 26007 مضروبه في الاكس 1 ناقص الاكس 2 الاكس 1 بنص الاكس 2 1.27127 مطروحه على قيمه الداله اف اوف اكس 1 اللي كانت بسالب 3.4725 ناقص قيمة الدالة اف اوف اكس 2 اللي هي عبارة عن 26.007. فهنلاقي هنا الاكس 0 هنا بتساوي كام؟ الاكس 0 هيساوي 1.21753 ده هو عبارة عن الجذر. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجذر. فهنا طبعا ديت السير اتريشن ممكن اجيب قيمة الدالة هو عند اف اوف اكس 0 اللي هي دي هلاقي قيمة الدالة هنا هو بيساوي 0.08731 وممكن ما احسبهاش اصلا عشان هو في المسألة قال لك استخدم 3 اتريشن الا هنا ناقص بس هجيب نسبة الايه؟ الخطأ الابسلون ايه هيساوي الابسوليوت فاليو الاكس ار نيو اللي هي 1.21753 ناقص الاكس ار اولد اللي هي عباره عن 1.27127 على الاكس ار نيو 1.21753 طبعا دوت مضروب في 100 هنلاقي هنا نسبه الخطا عباره عن 4.414%. فانا خلاص عملت 3 اتريشن. فاحنا هنا هو حلينا المساله
حللناها اول اتريشن عند اكس 1 بجيب قيمه الداله عند اكس 1 افرق نص، اكس 2 ب 2 جبت قيمه الداله عند 2، يعني بعوض في المعادله الرئيسيه اللي عندي لين اكس اس 4 بتساوي 7 من 10 عن كل اكس بنص وكل اكس ب 2 وطلعت القيمه. هجيب قيمه الاكس 0 من القانون، اكس 0 بتساوي اكس 2 ناقص اف اوف اكس 2 مضروبه في اكس 1 ناقص اكس 2 على قيمه الداله اف اوف اكس 1 ناقص قيمه الداله اف اوف اكس 2، اعوض بالقيم ديت في المعادله هلاقي اكس 0 بتساوي 1.43935. هجيب قيمه الداله عند 1.43935 طلعت قيمه الداله. بعد كده هعمل تشيك، لو حاصل قيمه الداله عند اف اكس 0 مضروب في قيمه الداله عند اكس 1 طلع اصغر من الصفر، معناه ان الجذر يقع ما بين اكس 0 واكس 1، يعني اكس 1 هتظل قيمتها ثابته بنص، اكس 2 هتاخد قيمه اكس 0. بعد كده هحسب الايرور. الايرور اولا في اول اتريشن اللي هو الابروكسيميت ايرور بيبقى عباره عن 100%، ده الفيرست اتريشن. هاجي بعد كده السكند اتريشن، اكس 1 بنص وبالفعل عندي قيمه الداله عند نص مش هحسبها تاني، واكس 2 بالفعل عندي قيمه الداله عند اكس 2، هعوض في القانون بتاع اكس 0 واطلع قيمه الاكس 0. طلعت قيمه الاكس 0، هعمل تشيك هشوف قيمه الداله عند اكس 1 مضروب قيمه الداله عند اكس 0، بالفعل طلع اصغر من الصفر، معناه ان الجذر يقع ما بين اكس 1 واكس 0. في الحاله ديت اكس 1 هتظل القيمه بتاعته زي ما بنص، واكس 2 هتاخد قيمه الاكس 0. وهحسب الابسلون ايه اللي هو ابروكسيميشن ايرور اللي هو الابسولوت فاليو، اكس ار نيو اللي هي الاكس 0 في السكند اتريشن ناقص الاكس ار اولد اللي هي الاكس 0 في الفيرست اتريشن على الاكس ار نيو مضروب في 100، هيطلع هنا نسبه الخطا 13.222. هاجي في السيرد اتريشن، السيرد اتريشن عند الاكس 1 بنص والاكس 2 1.27127 وبالفعل عند القيم بتاعتها مش هحسب القيم دي تاني. هاجي بعد كده احسب قيمه الاكس 0 اعوض طلع قيمه الاكس 0. في المساله اللي استخدم 3 اتريشن فما فيش داعي اجيب قيمه ده قيمه الايه؟ الجذر. انا ممكن كنت اعمل الحل ده هو في تيبل مباشره واسهل. هعمل هو الحل هنا تيبل. قال لك ثلاثة اتريشن، ادي الاتريشن الاولى الثانيه الثالثه. عندي اكس 1 بنص، اكس 2 ب 2، هجيب قيمه الداله عند اف اكس 1 وقيمه الداله عند اف اكس 2 عشان احسب قيمه الايه؟ الاكس 0 وبعدين قيمه الداله عند اكس 0 وهشوف حاصل ضرب الداله اف اكس 1 مضروب في اكس اف اكس 0 وبعد كده احسب الفقر. فانا اول حاجه فرص اهو قيمه الداله اف اكس 1 هعوض في الداله اللي عندي لين اكس اس 4 بتساوي 7 من 10، هجيب قيمه الداله اف اكس 1 كنت الداله عند نص اللي هي احنا كنا حسبناها كانت سالب 3.4 معذرة اللي هي سالب 3.4 4 7 كانت 4 7 2 5 9. هجيب قيمة الدالة عند 2، قيمة الدالة عند 2 اللي كانت 2.072 5 9. هجيب قيمة الإكس 0 هقعد في القانون اللي هنا ده، طلع الإكس 0 كان طالع ب 1 4 3 9 3 5. هجيب قيمة الدالة عند الإكس 0، قيمة الدالة عند الإكس 0 اللي هو طالع بوينت 7 5 6 7 8. هشوف حاصل ضرب الداله دي والداله دي هيقوم بالفعل اصغر من ايه؟ اصغر من الصفر. في الحاله ديت الجذر يقع ما بين اكس 1 واكس 0، يعني الاكس 1 هينزل زي ما هو والاكس 2 هتاخد قيمه الايه؟ الاكس 0. هنا هتاخد قيمه الايه؟ الاكس 0. وبكمل بيه حل المساله، هجيب اف اوف اكس 1 اف اوف اكس 2 واكمل بيه ايه؟ المساله. بالنسبه للايرور اول خطوه احنا قلنا عباره عن 100%، يعني ممكن تحل زي ما احنا حلينا قبل كده الاتريشن الاولانيه بالقانون وتكتب
او ممكن تعمل كيبل وتحط القيم اللي تطلع عندك في التيبل، فهو الافضل والاسهل عشان تنظيم الحل تحل في جدول. فانت لو بتحل في الجدول هيطلع معاك الحلول اهي، ادي الجدول اللي يتضمن الحلول. فهنا الجذر بتاعي افتر سيرد اتريشن هو ده الجذر، قيمه الجذر بعد ثلاثة اتريشن. وطبعا كل خطوه ادي هنا قيمه الايرور، فهو اول خطوه هنا الايرور عباره عن ايه؟ 100% يعني ما فيش داعي نحسبه يعني. ادي هنا الايرور وادي هنا الايرور. ده بالنسبه لو انطلب منك او بتجذر المعادله لين اكس اس 4 بتساوي 7 من 10 والانيشال جيس كان بنص و2 يعني الجذر يقع ما بين نص و2، وقال لك احسب الاستيميتد ايرور افتر اتش اتريشن. افتر اتش اتريشن مثال تاني قال لك هو اوجد الجذر بتاع المعادله اف اوف اكس بيساوي 8 من 10 ناقص 3 من 10 اكس على اكس، وقال لك برضه استخدم 3 اتريشن وفول سوبوزيشن ميثود اند انيشال جيس اوف 1 و3. قال لك كومبيوت ذا استيميتد ايرور. فانا عندنا القانون اهو بتاع اكس ايه؟ اكس دي. فاحنا اول حاجه خالص هنا بالنسبه هو هاجي قال لك 3 اتريشن بالنسبه اول اتريشن الفيرست اتريشن عنده هو اكس 1 تساوي 1، هجيب قيمه الداله عندي 1 هعوض في المساله اللي هي 8 من 10 ناقص 3 من 10 اكس على اكس بكل اكس بتساوي 1، هنلاقي قيمه الداله عندي 1 بتساوي نص. عندي اكس 2 بتساوي كام؟ 3. هجيب قيمه الداله عندي 3 هعوض في المساله اللي عندي دي اللي هي عباره عن هي وتوضحها لكم هنا عشان دي 8 من 10 ناقص 3 من 10 مضروبه في 3، طبعا ده مقسوم كله على ايه؟ على 3. هنلاقي بتساوي كام؟ عندي 3 0 طبعا هنا ايش؟ سالب 0 3 عندي هنا اهوت. بعد كده اهوت لو انت لاحظت هنا الاشاره هنا نيجاتيف، الاشاره هنا نيجاتيف والاشاره هنا ايه؟ بوزيتيف، معناها ان ايه؟ الجذر يقع ما بين 1 وايه؟ و3. فانا بعد كده هجيب قيمه الايه؟ الاكس 0 اللي هي بتساوي الاكس 2، الاكس 2 بكام؟ ب3. الاكس 2 ب3 ناقص قيمه الداله عند اكس 2 اللي هي بسالب 0.033. فلو لاحظنا هنا برضو هنلاقي في المساله برضو عامل راوند لخمس ارقام بعد العلامه العشريه، راوند الخمس ارقام بعد الايه؟ العلامه العشريه مضروبه في اكس 1 اللي هي ب1 ناقص اكس 2 اللي هي ب3 على قيمه الداله عند اف اوف اكس 1 اللي هي بنص ناقص قيمه الداله عند اف اوف اكس 2 اللي هي تبقى سالب سالب هيبقى موجب 0 3 3 3 3. هنلاقي قيمه الاكس 0 في الحاله ديت هيطلع 2.875. هجيب قيمه الداله عند 2.875 هعوض في المساله اللي هي 8 من 10 ناقص 3 من 10 اكس على اكس بقيمه اكس اللي هي عباره عن 2.875 هتطلع قيمه الداله عباره عن سالب 0.274. هشوف بعد كده قيمه الداله هنا، قيمه الداله هنا بالموجب بالسالب حاصل ضربه قيمه الداله عن 1 مضروب في قيمه الداله عن الاكس 0
دوت اللي بيساوي 2.875. طبعا ده مضروب بسالب 2174. هلاقي القيمة هنا أصغر من الصفر، معناه إن الجذر بتاعي يقع ما بين الإكس 0 والإكس 1، يعني الإكس 1 هتفضل قيمتها زي ما هي ب1، والإكس 2 الجديدة هتاخد قيمة الإكس 0 اللي هي عبارة عن 2.875. وطبعا إحنا قلنا هنا الإيرور هو عبارة عن 100% في أول خطوة، يعني عشان الاكس ار اولد انا ما عنديش قيمه الاكس ار اولد، يعني ماشي. ده بالنسبه للايه؟ لاول اتريشن. فانا هخش بعد كده، فخلاص اول اتريشن عندي الاكس 1 طلعت بيها هي قيمه الاكس 2، وعندي قيمه الدال عند اكس 1 وقيمه الدال عند اكس 2. هخش بعد كده في السكند اتريشن، هخش في السكند اتريشن سكند اتريشن عندي الاكس 1 بي 1 وكم قيمه الداله اف في 1. طبعا انا بس بكتبها عشان تبقى واضحه قدامك في السلايد، فانت ما فيش داعي وانت بتحل تكتبها من جديد، يعني فهي اصلا موجوده عندك. يعني قيمه الداله عند اف في 1 كانت بكام؟ كانت بنص، وعندي اكس 2 كانت بتساوي 2.875، وكان هنا قيمه الداله عند اف اوف اكس 2 اللي هي عند اكس بتساوي 2.875، فطلعوا قيمه الداله كانت بتساوي سالب 0.02174. واحد سبعة أربعة. هاجي بعد كده هو تحسب قيمة الإيه؟ الإكس زيرو بتساوي الإكس اتنين اللي هي 2.875 ناقص تساوي الإكس اتنين ناقص قيمة الدالة إف أوف إكس اتنين اللي هو سالب 0.2174 مضروبة في الإكس 1 اللي هو بواحد ناقص الإكس 2 اللي هي عبارة عن 2.875 على قيمة الدالة إف أوف إكس 1. إف أوف إكس 1 طلع بكام؟ طلع بنص ناقص قيمة الدالة اف اوف اكس 2 اللي هي عبارة عن سالب 2.174. هنلاقي قيمة الاكس 2 هتطلع ب 2.79688. ولاحظ ان هنا هو بيستخدم بيعمل راوند لخمس ارقام بعد العلامه العشريه، عامل راوند وخمسه ديسيمال بوينت، ديسيمال بوينت اللي هي معناها خمس ارقام بعد العلامه العشريه. بعد كده هجيب قيمه اف اوف اكس 0 هعوض بقيمه الاكس 0 هنا في المعادله اللي هي 8 من 10 ناقص 3 من 10 اكس على اكس. هلاقي قيمة اف اوف اكس 0 اللي هي عبارة عن سالب 0.1397. بعد كده هعمل هشوف التشيك، هشوف قيمة اف الدالة عند 1 مضروبة قيمة الدالة عند اكس 0. طبعا هنا اكس 0 اللي هي القيمة دي اللي هي دي قيمة الايه؟ الاكس 0. قيمة الدالة عند 1 كانت عبارة عن كام؟ قيمة الدالة عند 1 كانت ب نص مضروبة بقيمة الدالة اف اوف اكس 0 اللي هي القيمة دي.
هنلاقي هنا القيمه دي اصغر من الصفر، معناها ان الجذر يقع ما بين اكس 0 و اكس 1، يعني الاكس 1 زي ما هو هيفضل ب 1، والاكس 2 هياخد قيمه الاكس 0 اللي هي عباره عن 2.796888. فانا بعد كده هحسب ايه؟ هحسب الابسلون ايه اللي هو بيساوي الابسولوت فاليو. ليه؟ الاكس ار نيو اللي هي 2.796888 ناقص الاكس ار اولد اللي هي الاكس 0 بتاع الخطوه اللي قبل كده اللي كانت عباره عن 2.875 على الاكس ار نيو اللي هي عباره عن 2.796888. هلاقي القيمه ديت عباره عن 2.793%. ده بالنسبه للسكند اتريشن. بالنسبه للثيرد اتريشن هنيجي هنا، هو الثيرد اتريشن كان عندي الاكس 1 ب1، وعندي بالفعل قيمه ايه؟ اف في 1 اللي كانت عباره عن نص، وعندي الاكس 2 اللي كانت بتساوي 2.796888، كان عندي قيمه الداله عند اف في اكس 2 اللي هي كانت عباره عن سالب 0.01397. فانا في الحاله دي هجيب قيمه الايه؟ الاكس 0 هيساوي الاكس 2 هيساوي الاكس 2 اللي هي 2.796888 مطروحه من قيمه الداله عند اف اكس 2 اللي هي سالب 0.1397 مضروبه في الاكس 1 ناقص الاكس 2 مقسومه على قيمه الداله اف في اكس 1 ناقص قيمه الداله اف في اكس 2 هتلاقي دوت الاكس 0 هتساوي 2.74805. معناه دوت ان الاكس 0 بتاعي اللي هو بيساوي 2.74805 ده عباره عن جذر المعادله، ده عباره عن ايه؟ عن الروت بتاع المعادله. هاجي الناقص هنا عندي هحسب ايه؟ الابسلون ايه هتساوي الابسلوت فاليو الاكس ار 2.74805 ناقص الاكس ار القديمه على الاكس ار الجديده 1.777%. فبالتالي انا حسبت اهوت الثلاثه اتريشن وحصلت على الجذر. فهنا الجذر هلاقي الجذر الروت بتاعه هو ده عباره عن الجذر بتاع المعادله. اقدر برضو زي ما احنا قلنا المسائل اللي فاتت تقدر تحل المسائل دي وتحطها في جدول افضل بتنظيم الحل. هيكون عندك الجدول بالصوره ديت اللي قدامنا ديت. بعد كده هتطلع قيم الاكس اف اوف اكس 2 واكس 0 اف اوف اكس 0 وتكمل الجدول، هيطلع معاك الجدول بالصوره اللي قدامنا ديت. ففي الحاله ديت ايه الجذر بتاعي؟ عباره عن ده عباره عن الروت اوف ايكويشن.
ايكويشن. فاحنا هنا اهوت خدنا مثال ثاني اهوت بالنسبه ازاي احل ومديني 3 اتريشن، استخدم 3 اتريشن. هنلاقي بعد كده عندنا مثال ثالث قال لك استخدم برضه 3 اتريشن فول سوبوزيشن ميثود، عايز جذر المعادله اف اوف اكس بتساوي اكس اس اكس اس 6 ناقص اكس اس 4، لكن الجذر يقع ما بين 1 و4 من 10 و1 41 من 100. طبعا هتبدا حل زي ما احنا خدنا في المثال الاول والمثال الثاني، هتشوف قلنا عند 1 و4 من 10 كنت الداله عند 1 41 من 100، هتلاقي الاثنين هما اصغر من حاصل ضرب اف في 1 اللي هي مكتوب بيها يعني 1 و4 1 و4 من 10 معذره 1 اللي هنا قيمه الداله عند 1 و4 من 10 مضروب في قيمه الداله عند 1 41 من 100 هنلاقيه اصغر من الصفر، معناه ان الجذر يقع ما بين 1 و4 من 10 واحد واحد واربعين من مية. هتبدأ تحل ثلاثة اتريشن، هتحط تيبل تيبل اتريشن الاول الثاني الثالث اكس واحد 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 واربعين من مية اكس اتنين، هجيب الاكس زيرو. طبعا قبل ما اجيب قيمة الاكس زيرو فانت محتاج تجيب طبعا دي بتجيب القيمة دي الاول وبعدين القيمة ديت، فبعد كده الخطوة اللي بعد كده اجيب قيمة الاكس زيرو وبعدين اجيب قيمة الايه اف اكس زيرو. وعندي هنا هو هلاحظ ان الدالتين دولت ديت نيجاتيف ودي نيجاتيف، معناه ان الجذر يقع ما بين اكس 0 واكس 2، اي ان انا هنا اكس في السكند اتريشن اكس 1 هتاخد قيمه الايه؟ الاكس 0. فهنلاقي هنا اهوت الاكس 0 اهوت قيمه الاكس 0 راحت الاكس 1 والاكس 2 نزلت زي ما هي. لو هكمل حل هلاقي برضو هنا اهوت ديت نيجاتيف نيجاتيف، معناها برضو ان الجذر يقع ما بين اكس 0 واكس 2، يعني اكس ادي هنا هو اكس 0 هتروح ل اكس 1. فانت تبدا دلوقتي تحل وتمرن نفسك على حل المسائل وازاي تحل المساله سواء بالفول سوبوزيشن ميثود او تحل برضو مسائل على باستخدام الباي سيكشن ميثود. فانت تحل مسائل كتير بحيث انك تعود نفسك على الحل. فهنلاقي بنهايه الجزء ده هيكون خلصنا طريقه الفولس بوزيشن ميثود وخدنا بعض الامثله على الفولس بوزيشن ميثود، وايضا تقدر تكتب الكود الخاص في المساله، تقدر تعمل كود سواء بالماتلاب او بالسي بلس بلس او بالفورتران وتقدر تحل بيه المساله او تعمله نورمال يعني جنرال كود جنرال يحل اي مساله سواء ادخله بعد كده انا الايكويشن على سواء بالماتلاب او اي باللغه انت مستخدمها وادخله الانيشال جيس وسواء عدد الاتريشن او نسبه الخطا وتحل بيه المسائل. فانت دلوقتي زي ما قلت لكم تبدا تحل مسائل وتطبق على طريقه البايسكشن وطريقه الفولس بوزيشن، وطبعا كل ما تحل مسائل كتير كل ما الموضوع هيبقى معاك ان شاء الله بسيط، وايضا تكتب تعرف تعمل الستيب الالجوريزم الخطوات بتاعت الالجوريزم، وتقدر برضه ترسم الفلوت شارت بطريقه الباي سيكشن وايضا بطريقه الفولس بوزيشن ميثود. وفي النهايه اشكركم لحسن استماعكم ونلقاكم باذن الله في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.